بالنسبه لنا حنا هاد بائع اللحوم البيضاء شويه اقبال ضعيف، حتى بالنسبه للبيع ما بقاش ذاك البيع اللي كنا كنبيعوه، كان البيع شويه ناقص. ايوا بالنسبه للحيت ما كاينش الاقبال، الدجاج رخيص، الدجاج طايح دابا بالجمل راه كيدير غير شي 10 دراهم في المارشي، لان هاد الاقبال اللي ما كاينش هو اللي جعل الدجاج يطيح، لانه كل كان الاقبال وكان الرواج وكذا حتى غيكون شويه غيكون الثمن في كما ديما. يعني اقبال اخي اش غنقول لك، واش هاد الزيار ديال هاد اللي كي ديال هاد ديال هاد كورونا ولا سمعتي، وتا بنادم ما كيتحركش بزاف، حتى الناس اللي كيجيو من اكدال وكيجيو من بعض شي بلا من بعض شي بلايص، يلاه دابا كنبيعوا مع ولاد الحومه، غير مع الناس ديال الحومه تنبيعوا معاهم، يعني ما كاينش زعما شي البراني ما كاينش شي، والاقبال على الدجاج شويه ضعيف، الناس هربات شويه على اللحوم البيضاء واللحوم حتى اللحوم الحمراء، واش من ناحيه الماديات اللي ما كايناش ولا من ناحيه شي حاجه اخرى. البيض كيتمشى شويه، سمعتي البيض كيتمشى، غير اللحوم اللي شويه. حتى بالنسبه لدوك لي ريستورون اللي كانوا ختي تنتعاونوا معاهم، لي ريستورون والقهاوي والشوايات وداك الشيء ما كاينينش، محبوسين. دابا كاين غير الوكال، غير صحاب الديور، يعني اللي بغى يدي كويميلتو يطيبها ياكلها، سمعتي هذا الشيء اللي كاين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.